فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي. تصريحات اللاعب يوسف الفزاعي نهار السبت في زون ميكس اثارت الجدل. باش يكون معنا بالتليفون بعد شويه نصيف البياوي الكوتش نتاع الشرق الاماراتي، هو موجود معنا بالتليفون. كوتش اهلا بك. اهلا وسهلا بخويا اسلام جميع المستمعين في اكسبريس اف ام. شنو احوالك؟ شنو امورك؟ الحمد لله يا ربي، ان شاء الله رمضان مبروك على جميع التوانسه يا ربي. امين علينا وعليك. كوتش قبل ما ناخذوك طمن على امولكم في الشرق، شنو قبل ما نحكي في الموضوع نتاعنا؟ نادي الفجيره. والله 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 ديما نغلط فيه، ما فهمتش علاش، حتى ما يفات غلطت فيه، ما نفرقش بيناتهم الزوز. نادي الفجيره الاماراتي الحمد لله الامور ما زالت بيدينا، ما زلنا نلعبوا، ما زالوا ثلاثه ماتشات ان شاء الله بقدر ربي من فمك على الخير. واضح. باهي، طلبت حق رد كوتش على الكلام اللي قاله يوسف الفزاعي، تحب توضح بعض الحاجات للعباد اللي ما سمعوش باش نحطوهم في الاطار او نسمعوا اهم ما قاله يوسف بخصوص تصريحاته في زون ميكست. نفس السبب اللي خلى البلبولي ما يكملش في العداله. المدرب. اكيد نصيف البيوي، سي نصيف البيوي جاء صح في ال بون. انا طلعت مع العداله وكملت ساحات ممتازه، يعني لعبت مع سي اسكندر، يعطيك الصحه، مع سي اسكندر القصري، وعملنا مباريات ممتازه. لعبت 6 شهور ومن بعد كي تعاقد النادي مع سي نصيف البياوي من اللي في تونس قال لهم التوانسه ما حشيش بهم، يعني ايمن البلبولي يوسف وزاعي. علاش؟ اوكين ايدي. فما حاجه صايره قبل بيناتكم ولا؟ ما نعرفوش، عمري ما ريتو، عمري ما ترنيت عنده، عمره ما صار حاجه ما بيناتنا، قال لهم باش نبدل جانب، وهذاك اللي صار. مدرب راهو يشوفك تربحو يلعبك من غير ما تخمم، ما تكسرش راسك، كان ما لعبكش راهو في قناعاته هو اللي انت ماكش باش تربحو. اكيد هو في قناعاته اللي نحن ماناش باش نضيفوا له حتى شيء في النادي العداله. معناتها كولا شوية تكنيك، فماش مشكل ولا حاجه. فماش مشكله، شوية تكنيك، اما الطريقه هي اللي ما كانتش. كيف كانت الطريقه؟ طريقة تجي تحكي معايا تقول لي شنو الاسباب، علاش، كيفاش، مش في وجهي حاجة وفي ظهري حاجة أخرى. نفس اللي صار مع ايمن البلبولي صار معايا، ما نحبش نقول هذا كلام كبير، ما نحبش التوانسة، كلام كبير برشا برشا، ربي يهديه هو ربي معاه. يمكن صارت له حكاية أخرين قبل مع التوانسة، سواء في قطر ولا في البحرين ولا فما دي جوار توانسة صارت لهم نفس الكا مع هو بالذات. تفضل كوتش، كلمة ليك. والله الحقيقة يأسفني جدا انه نسمع كلام هذايا، لان احنا في عالم احتراف، وتعرف المدرب ما عندوش جنسية يتعامل معها معينة، حتى وان انا تونسي ولا هذاك تونسي، احنا في عالم احتراف وفي مستوى عالي، فما اختيارات فنية، المدرب يتحمل مسؤوليته في اختياراته الفنية وفي توجهاته. هذه معناها من حيث المبدأ. من حيث الجزئيات، اللي الكلام اللي تقال فيه مغالطة كبيرة للرأي العام، فيه تشويه سمعة نصيف البياوي أو صورة شيطانية نعطي فيها على نصيف البياوي، وقت اللي هي مش صحيحة. أنا كنت دائما نمثل الإطار الفني التونسي على مستوى عالي، وكيما فتحوا لي ناس أكبر مني الببال مش خدمت في الخليج، فتحت كذلك وشجعت المسؤولين الخليجيين باش يتعاقدوا مع التوانسة. كلام انه نقول مثلا من اللي جاي من تونس ماخذ قرار مش يلعبوا معايا توانسة، هذا مش صحيح، هذا كلام نتاع وكلاء لاعبين يسوقوا فيه بطريقة ما عندها حتى علاقة بالواقع، لاني انا ممكن ما نتعاملش معاهم. ثانيا في قطر والسعودية والبحرين والامارات عمري ما دربت توانسة، دربت في مشواري التدريبي 4 توانسة فقط، منهم 2 واصلوا معايا وما عندهم حتى مشكل ولباس عليهم ويخدموا، اخرهم توا معناها بالعربي، فهمتني، في راس بالعربي، ما عنديش مع المشكله لا مع تونسي ولا مع برازيلي ولا مع ارجنتيني ولا كذا. والاحرى كنت نجم تسال اخويا اسلام اللاعب هذا اللي يتكلم، الموضوع هذا يتكلم على عام ونص تعدى، اوكي، هو هاو طلع زاد مع نادي العين السعودي، كنت نجم تساله كي طلعت مع النادي العين السعودي من الدرجة الأولى إلى الممتاز السعودي، ليش ما بقيتش في الممتاز السعودي في نادي العين؟ مثلا هذا سؤال كنت نجم تسأله له. ثانيا من مغالط معناه طريقة تصغر الناس ولا حقائق للتاريخ، كلام تقال أمس في البلاتو عندك معناه مع الفزاعي، حقائق للتاريخ وطريقة تصغر الناس والإدارة عارفين إيش يعملوا فايقين به. أنا أول حاجة اختيارات فنية لما غيرت 2 لاعبين هذوما ما كنتش في حاجة إلى حارس مرمى،
دايور ما جبتش ما تعاقدتش مع حارس مرمى أجنبي، وصلت الفترة اللي اشتغلت فيها معناها بحارس سعودي، ثم الفريق ما تعاقدش مع صانع لعب. الفريق لما انتدبني أنا كمدرب كان في وضعية سيئة جدا، وما كانش في حاجة إلى صانع لعب ولا الحراس، وقرار الاستغناء عن اللاعبين هذا من الاثنين كان متخذ حتى قبل أنا ما نوصل. لكن وكيصلت أنا وكيصلت نكملت وصلت الفترة حتى تفتح الماركاتو، لعبنا تقريبا 5 أو 6 مباريات الاثنين لعبوا فيهم، الحارس المرمى وصانع لعب، واصلوا لعبوا. بالنسبة لآخر نقطة باش نتكلم فيها هي معناها اللي صار مع البلبولي، نحن أنا نحترم تاريخه ونحترم ما قدمه للكرة التونسية إن كان في النوادي ولا كان في المنتخب. الخطأ اللي صار، أنا راني مدرب محترف ونتحمل اختياراتي، إذا أنا خذيت قرار في تغيير لاعب أجنبي فالقرار يرجع لي، ولا حد مانيش جوني بام جوستيفي، مانيش باش نبرر لحتى حد، ولكن الخطأ اللي صار اللي انت تفضلت وتكلمت فيه ما فيش حتى بروفوكاسيون، وقع خطأ إداري بحت. انهارت مباراة الهلال، نلعبوا ضد الهلال، أيمن البلبولي كان مسجل في ورقة التحكيم. باش نوضحوا للسادة المستمعين، كوتش تقصد في اللي هبط في الشوفمون سخن قبل الماتش وبعد طلع للجرادان. بالضبط خوي. كان أيمن البلبولي موجود في القائمة اللي باش تشارك في المباراة، السكرتير النادي اللي عمل اللي سجل الورقه نتاع المباراه، عندي الحارس الثالث البولي، اللقب نتاعو بولي، سجل البولي مكان البلبولي. معقول هكا؟ اوكي صدقني، ومشى والمسؤول نفسه معناها مشى اعتذر بشده لي انا لانه اخطا في حقي وفي حق الفريق ضد في مباراه الهلال، ومشى اعتذر للبلبولي واكدوا له في وقتها كونه الخطا هذا خطا اداري يتحملوه هما الاداريين. والاداره النادي موجود، وما صارش بيني وبين البلبولي او الفزاعي او غيره اي سوء فهم ولا شيء. عمره ما صار اي انجرناج بيناتكم غادي كوتش؟ جامي دلا في، جامي دلا في. احنا في عالم احتراف وعلاقتنا علاقه فنيه. علاش بيه؟ علاش البلبولي لهناك صارت مقابله بين استاد والليتوال قال بعض الكلمات ليك، حتى هجم على شخصك هذا بشهاده بعض الموجودين في الملعب؟ والله انا ما انتبهتش للمساله هذه الحقيقه، ولكن هني قلت لك انت تعرف معناها اي لاعب يشوف لاعب كره القدم اذا يلعب عندك انا ولا غير يلعب عندك يحبك وانت احسن مدرب. ملاعب نتاع كوره ما يلعبش مع مدرب والله كي يبدا مورين يكره ما يحبوش وكاو، خاصة إذا احنا كنا البرة معناها في تجربة أخرى مانيش في تونس ولا اللي هو، معناها تجربة احترافية فيها معناها فيها حوافز مادية كبيرة، فلما أنت تغير لاعب أجنبي معناها يتحس أكيد ما يحبكش، معناها طبيعي جدا هذا حاجة إنسانية. وممكن احنا اليوم توا نتكلموا فيه الموضوع لانه صارت ما بين مدرب تونسي وما بين لاعب تونسي، لكني انا عندي سنوات، عندي اكثر من 11 سنه في الخليج ونخدم ودربت كما حكيت لك البرازيلي والصربي والارجنتيني والارجواياني والنيجيري، ولا حد من اللي خرجتهم ولا بدلتهم ولا كذا طلع يتكلم ولا تحز في خاطر ولا كذا، لانهم يعرفوا اللي هو هذا عالم احتراف. عالم احتراف، ومعناها اللي كل واحد، وانا اصلا انت تتوقع خويا كون المدرب معناه ياخذ قرار وحده هكاك، معناه ما ثماش اداره نادي تتناقش في قراراته معاه تتكلم معاه، هل اي فنيا المدرب هو المسؤول عن اختياراته الفنيه معناه؟ بالضبط، ولكن كي يبدا كون المدرب، خاطر مش كل المدربين تفهم زاد، فهمتني؟ نجم مدرب عنده اختيارات فنيه مش في محلها، فاداره النادي هي الرقيب، معناها الناس هذوما ما يخليوكش تلعب مصلحه النادي نتاعهم، اذا يراو كونه القرار الفني نتاع اي مدرب خاطئ ولا مش في محله ولا ما يخدمش المصلحه العامه نتاع النادي، اللاعب اقوى من المدرب، يخرجوا المدرب ويخليه اللاعب. واضح. فهمتني خويا؟ معناها انا ايش حبيت نحكي في الاخير؟ ما راهو انا ما عندي حتى اشكال، مثل المدرب التونسي والاطار التونسي على اعلى مستوى، وخطير جدا كون كان اليوم ولا في اي مناسبه نشكك في معناها يا اما مالويوتي فير مون بي، معناها انتمائي للتونس وللتوانسه ومحبتي للتوانسه وبطريقه
معناها ما فيها عد كثير معناها الإيحاءات الغلطة. ثم واللي هذا هو أهم بالنسبة لي، راني لليوم الغدو ما عندي حتى إشكال من أي نوع، وتصريحي كلها محترمة جدا في حق الفوزاعي ولا البلبوعي ولا غيرهم ولا إلى الأبد، خاطر هذه من أخلاقي ومن تربيتي. كما حكيت لك خويا كانت اختيارات فنية بحتة، ما فيها حتى مساس من شخصية أو احترام أو تقدير لأي شخص كان من أي نوع كان، كانت اختيارات فنية. كان الفريق استغنى على حارس مرمى باش يدعم الفريق بلاعب مش بحارس مرمى، واستغنى على صانع لعب لأنه ما كانش الفريق، كان الفريق في حاجة إلى محور رقم 6 وما كانش في حاجة إلى صانع لعب. وكما حكيت لك كنت نجم تسأل اللاعب نفسه، معنا مش مع نصيف فقط، ماك لعبت في الممتاز وطلعت مع العدالة في الممتاز باهي، وجاء نصيف البيه واستغنى عليك ولا غيرك اللي هو اختياره. طيب طلعت في الموسم اللي بعده وطلعت مع نادي العين، جاوبني انت كوتش ميساج مع الممتاز الى الممتاز، علاش ما بقيتش ما جددتش؟ جاوبني انت كوتش ميساج، ما عندوش مستوى يلعب في الممتاز يوسف فزاعي؟ لا ايش حبيت تقول معناها؟ لا 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 لاعب كبير، شوف ايش نعطيك انا، نعطيك معناها لاعب كبير وما شاء الله عليه، وصنع الفارق مع نادي العين وصنع الفارق مع نادي العداله، وكان من اهم اللاعبين اللي صعدوا الفرق هذية، وكانت له بصمه واضحه في الدرجه الاولى السعوديه. تبقى الفرق الصاعده جديده للممتاز معناها تتطلب لعيبه، الفريق اللي يصعد يعني ايش معناه صعد؟ يعني هو اقوى من الفرق الاخرى، يعني يحب صنع اللعب، الهجمه المركزه، الاتاك بلس، يحب ديما الكره عنده، فلازم نوعيه اللاعبين كيما الفوزاعي موجود. لكن كي تطلع انت للممتاز وفرق تنافس على البقاء الاخر جوله، وانت تنافس باش تبقى في الممتاز، لان كل الفرق اقوى منك وعندها معناها لاعبين غالين برشا وبرشا فلوس وكل شيء، فتطلب منك خامه اخرى نتاع لاعبين، ستيل اخر نتاع لاعبين، تطلب اكثر من لاعبيه دفاعيين، اكثر من لاعبيه اجريسيف، اكثر من لاعبيه فكاكه مش صناع لعب. هذوما البروفيل نتاع لو جاء ممكن يوسف الفوزاعي لو جاء في مثلا في فريق من الخمسه الاوائل او السته الاوائل ممكن كان ينجح، كيما سعد بقير ما شاء الله عليه، كيما توا تشوف في سعد بقير طاير تيران معناه ما شاء الله، كيما في راس بالعربي توا في الامارات معناه مكسر الدنيا، لانه الفرق هذه معناها معتاده انها عندها مكانه في الممتاز. اوكي دونك البروفيل نتاع الفوزاعي ينجم ينجح، لكن مع فرق تنافس على البقاء وما زلت جديده العهد بالممتاز وكذا تطلب بروفيل اخر. حاجه اخرى مهمه يا اخي، كان جات الامور ماشيه معناها قبل انا ما نتعاقد مع نادي العداله عام ونص التالي، كانوا هما يجيبوني انا كمدرب يغيروا المدرب ويبدا عندهم توجه باش يغيروا الاجانب، بطبيعه الحال لا. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك كوتش نصيف البياوي على كل هذه التفاصيل والايضاحات مديتنا بها بخصوص كلام يوسف الفوزاعي في زون ميكس. بالتوفيق ان شاء الله لكل فراسه بالعربي في بطوله الامارات، تفاصيلهم كاملين في فير بلاي.